تحية وسلام، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحترام السادة الأفاتارات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. مساء الله عليكم بالخير وبالمحبة. يا دوب يمكن بدينا البث المباشر، نعتذر للتأخير لكن الظروف حقيقة يعني زي ما في ناس هيحضروا اللايف لمجرد ظروف يعني بعد ما ينتهي، كذلك ايضا ظروف حالة دون الوصول اليكم. كيف احوالكم؟ الصوت ان شاء الله واصلكم قوي وواضح، ان شاء الله الصوت واضح تماما قدامكم. طيب مرحبا مجاهد، كالعادة مجاهد الفاضل منور الساحة من اوائل الناس. مرحب بك يا اخي ومرحب بكل الشباب. مدثر ابو مرام بيقول هلا بالحبيب والضي، اشتقنا لك وربي. تسلم يا مدثر يا اخ، كتر خيرك شديد وانا بالاكثر. مرحب حسن علي الشنبلي، مرحب محمد عبد الله وايضا احمد واحمد عبد الله جبريل جمعه ومنتهى التواصل، كذلك سعد ومجموعه. اهلا اهلا مؤمن، مؤمن كمال بندي خلاص اللي هو خاش بحساب الله يأزاك ده. الحساب اسمه كده. قاعد يعني مو من بندي ده اللي ما بعرفوه. في يوم من الايام وقت ما في زول بيتظاهر، وقت نحن بنعمل مظاهره وبنأمن لنا يوم يومين الامن ما يلقانا، الوقت ده كان مو من كمال بندي ده بيدعو الناس في الاسواق للمظاهرات. وقت ما الناس ما مرقوا كتير قال ان شاء الله افتى برا ومشى لف بيع عطبرة تشك، بس ده مزول داير مشاكل لف بيع عطبرة وبيجي جنب كاسي الامنجيه بنبزه وبيمشي. هذا الاسم مؤمن، فهمت؟ فشخصيه غريبه جدا يعني في النضال له التحيه وله التقدير وله التجله. كلكم يا اخواننا طيبين. طيب يا جماعه، البلد دي ازمات كثيره، وموضوع فيروس الكورونا ده ازعج الناس حقيقه، والاصابات ماشيه في ازدياد، لو في العالم العربي او لو في العالم الافريقي، لو في المحيط الاقليمي، لو على مستوى المجتمع الدولي المتعدد الان هو ذاته شرقا وغربا كله مصاب. اصبح البلد بقت العالم بقى عباره عن وباء، نصيبه كده ماشيه اسمها كورونا، فهمت؟ نصيبه كده، اللهم هي ماشيه كويس. يا اخواننا الصوت ان شاء الله يكون واضح عندكم تماما، ان شاء الله الصوت يكون عندكم واضح تماما. لو الصوت واضح يا ريت تنبهونا، الكلام اللي دايرين نقوله ده مهم جدا يا اخواننا، خليكم معانا فيه. ننزع اي لسان بتاع صراع وننزع اي سيف بتاع قتال. الان القضيه نحن قلنا بعد المعركه معركتنا نحن كمواطنين، المعركه معركتنا. طيب الحاصل شنو يا احمد الضي؟ مالك هايج وكاتب عاجل في اللايف وجايب الناس مالك يا زول؟ الناس ما عندها اشغال مهمه وعندها وعندها. طيب انا اللي استوقفني في الموضوع ده دراسة يابانية وبثت في التلفزيون الياباني والروسي قبل شوية، وتم يعني تصحيحها بأنه الكلام ده صح. دراسة نشرت على مستوى التلفزيون الياباني وعلى مستوى التلفزيون، يعني الكلام ده مهم جدا كويس يا اخواننا. ساعدونا باللايك والشير ضروري، اللايك اسفل الفيديو يمينك، الشير اسفل الفيديو يسارك، زايد ملصقات بسرعة يا جماعة، امنوا اللايف ده ما يتقطع زي باقي اللايفات، الرسائل دي مهمة توصل. الرسالة اللي قال جابوها هؤلاء الناس قال انه موضوع الكورونا اللي بصه قبل شوية، قالوا انه الدراسة انت ما عندك حالتين منتقل لك فيهم الفيروس مش كده؟ المواطن او الانسان حالتين، اللي هي حالة لمس الاسطح الملوثة كويس، الاسطح اللي فيها ملوثه بالميكرو في النصيبه دي بالفيروس ده قاعد، فهمت؟ ده تجي تهبش كده المساله مشت كويس، مشت معك كويس، او انك يعني زي ما بيقولوا تجيبه من السلام، تجيبه من وين، المهم تلقطه في حته تجيبه وتقوم تخط يدك في العين او في الانف سريع الانجذاب طوالي والى القصبه الهوائيه. ها جاكي زول بعد الفتره اللي بيعديها في الحلق ما بيمشي على المعده نهائيا، بيقولوا الاطباء الكرام بيقولوا انه مشيه على المعده بيفرم او بتفرم على مستوى الاحماض بتاعت المعده، ما بتسمح له يمشي ماشي وين، تعال هنا تيت بيتوقف طوالي، فهمتها؟ فالدراسه دي جابت لنا طريقه ثلاثه، طريقه نمره ثلاثه، طريقه ثالثه كويس. ومن الاسباب برضه العطاس مثلا، برضه هسه قالوا لك لو زول كويس قال لك اثبتت الدراسات بانه المرض ده بينتقل عبر جزيئات صغيره لا ترى، الكلام ده على مستوى المواقع، اولا باي نيوز دراسه
كويس على مستوى تلفزيون الياباني قبل شوية الروسية، قال بينتقل عبر جزيئات دقيقة كويس من الريد كويس أو البصاق أكرمكم الله ورفع مقاماتكم السامية كويس، بينتقل عبرها والفرق بينه وبين العطاس بيقولوا إن يا أخي بتاعت العطاس مختلفة. دي للطب ده ما أنا يا جماعة أنا ما أعرف حاجة والله، كلام ده ذاته صح ولا غلط أنا ذاتي ما أعرفه. كويس ده لك أطباء يا زلوي، ده لك بيكتبوا لك روشيتة تقعد 7 أيام ما تقرأ في إمتى، وتجيب رجل خريج ما خريج كامبريدج ما يقدر يقرأ، تجيب زول من هارفارد ما يقدر يقرأ، لكن تجيب زول صيدلاني كشك يمسك يقرأ. فأنا ما أعرف أنا ما بحدد لك، لكن شنو قالوا الجزيئات دي في الحديث، في الحديث في الكلام. لا يعني هسه انا قاعد اتونس مع زول هسه عنده يعني عمليه بتاعت كورونا الشغلانه دي بتجي؟ لا ما 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 دقيقه يا اخواننا دقيقه، ما هي دراسه قالت جزيئات صغيره ما بترى من اللعاب بتطاير يعني بتطاير زي الرزاز اثناء ما زول بيتكلم. يا اخي يا اخي يا اخي معناه الشيوخ ذاتهم عليهم يجيفوا الفتره دي. لا 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 لازم لازم شغلانية دي هوي هوي شغلانية دي مسألة مزعجة خلاص يعني بعد ده شيوخ زاد. كويس يعني المسألة دي للنوع اللي بيعالج بيه بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة دقيقة يا زول هيك تخط مانع فهمت؟ يا اخي ما ممكن. مشيت اسلم على صاحبي قبل كم يوم لقيته على مستوى الشارع، مصطفى محمد احمد دفع الله الله يطول عمره تنبي، لقيته على مستوى الشارع دفعة كويس. اول ما شافني زي ده قال لي هو لابس لك امام الوسخ كويس، لابس لك امام عنده معقم كده شاله بيف 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 بيف. يا زول انا يا زول لحقت نفسي سريع مالك يا زول باخين فهمت. فالشغلانية يا اخواننا بقت معناها ناس كان زول يتونس مع التاني. الكلام ده نشره التلفزيون الياباني ونشره التلفزيون الروسي قبل شوية، يعني كان زول انت بدي تونس معه عنده كورونا بس ارتقب وانتظر. طيب انا اعرف كيف الزول عنده كورونا؟ لا لا ما دقيقه ما خلاص انا عرفتك عندك كورونا وانت جاي تتونس معي، انا بستطيع اعمل طوق بعيد جدا وبعدين حتى كان اسلمك يعني السلطات يا عسكري تعال اقبض الزول ده داري يجيب لنا مشكله في انت العسكري ذاته هو اللي يكون لابس وكلام كثير كويس. انا عارفك كيف انت عندك كورونا، ربنا يشفي الجميع اخوانا ربنا يشفي الجميع. لقى المشكله زادت انت تعرف كيف فلان ذاك عنده كورونا وفلان ذاك عنده مرسيدس، انت تعرفه كيف؟ ده سؤال مطروح. انا يا اخوانا داير اتكلم عن 3 نقاط، دي النقطه الاولى كويس. يعني انت فلان ده حتعرفه كيف؟ معناه فلان ده اصيب اي بيتكلم معك والله يا اليوم انت الموضوع ده جيف جيف انت اصيبت يعني يا اخوانا. لكن كمان يا اخوانا الشغلانيه دي كده بالمناسبه يعني دي بتؤدي لانقراضنا كسودانيين بالمناسبه. انا لا اريد ان ابشر احدا بسوء، وإلى الآن ما زلت أستنكر يعني كمواطن الرسالة المؤسفة جدا اللي وجهها رئيس الوزراء البريطاني كويس لشعبه. أنا بشوف فيها سياسة أكثر من مسألة شناء الطريقة اللي تكلم بها فهمت. هو مدرس دورات بالمناسبة بتاع التنمية البشرية وإدارة دولة وإدارة مرافق وغيره، ممكن يجي خاطب خطاب كشعبه يهزك يكسمك كده. لكن المسألة على أي حال ده ما بينفي إنه الكورونا ماف، لكن الطريقة أنا بتكلم اللي تحدث بها. طيب يعني بقى الناس ما تتونس، معناه الناس ما تقعد في محلات كثيره يا اخوان. انا قبل جايب واحد من الافران كويس اسمه الكلام ده جاي ماشي على مستوى الشارع العام، لقيت لي فرن فيه ناس واقفين منتظرين. اقسم بالله العظيم هذا الفيروس المزعج اللي اسمه كورونا لو جا ماشي بالكلاك لصنقعت في انت واثناء مروره مستعيد يخلي اي حته ثانيه. السعودية الباردة دي في مرافقه وفي غيره يخليها يجي كان على مستوى الفصال هذا يا زول الناس دي. يا جماعة لكن ما هو المواطن مجبور يا أخواننا، ما هو المواطن مجبور كمان خلاص. لكن كمان الشغلانية دي كده بتودي الناس دي كلها تتوج بالمناسبة، الشغلانية دي كده مزعجة جدا كويس. مسألة الدراسة العلمية اللي نشرت على مستوى خلاص الدراسة العلمية ذاتها بتحتاج لتعضيد بالمناسبة لأدلة وقرائن تثبت صحة الكلام ده فهمت؟ وألا تتغير بتغير الزمان والمكان من شروط النظرية العلمية والدراسات أيضا كويس، يؤخذ بقرائن الأحوال اللي بتعضد لمقام الدليل. كلام ده بعرفه القانوني يمكن أكثر، لكن الطب ذاته فيه قانون طبي كويس. المهم على أي حال الشغلانية الآن بقت الزول محل اللمة، يعني ياسي كان في زول عنده فيروس كورونا وتونس معك وضحك فهمت؟ محمد مصعب القادر ده
لازم يقعد في البيت الفترة دي. تجيب السلطات كون ماشي زي حمصان يجي كيفك فاهم؟ اقعد جوا تاني ما بطلع. لا لا معلش معلش هم ذاته بيكون لابسين واغي في بتاع واغي في الوجه هنا ده في الانف في زوار عبد الرحيم احمد حسين ده قالوا لما يعمل لقاء ويقعد يتكلم وجاءت ليلا ودون اضاءه والبتاع ضرب الهناي والعادي مفك الصاروخ لما كان عبد الرحيم احمد حسين يقول الكلام الهوان ده الوقت ده قالوا المذيع ذاته الا يشيل معاه بشكيرين ثلاثه خمسه فهمت هو بيتكلم ويقول لهم نعم نعم ويستخدم الساتر مثلا مزعجه فهمت فما بالك الوقت ده هو ما في كورونا انا جاتك تبقى مساله مزعجه جدا. طيب النقطه دي يا جماعه نقطه خطيره جدا، النقطه دي نقطه مزعجه جدا. النقطه الثانيه اللي نخش عليها نقطه القوات المسلحه، انا ما داير اكثر الكلام يا اخواننا ودايركم تكسبوا زمنكم كويس وتنتبهوا لمسالتين ثاني كان يتونست مع زول عنده فيروس كورونا دي، النقطه دي لازم نخطها في الاعتبار كويس يا جماعه، في حاجات برضو ما نهمل فيها، الكلام ده صحة شعبي كامل وصحة الدولة خلاص. ساعدونا بالشيرات يا جماعة، الشير أسفل الفيديو على يدك اليسار، ساعدونا باللايك أسفل الفيديو على يدك اليمين. الموضوع الثاني موضوع القوات المسلحة السودانية، موضوع القوات المسلحة قبل شوية يمكن طلعت بيان على لسان العميد عامر قبل شوية قال إنه يعني القوات المسلحة تبرعت بمبلغ بتاع 50 مليار كويس للصندوق القومي كويس بتاع مكافحة الكورونا أو مجابهة الجائحة بتاعت كورونا المزعجة دي كويس، وإنه خصموا من كل عسكري في القوات المسلحة كويس مرتب يوم أو يعني شغل يوم، في ناس يعني ضربوها وكده وهناي قوبل الكلام ده برضو بنقد كبير وبسخرية عالية جدا يعني واعتبروها هي توطئة لأخذ الأموال واعتبروها. شوفوا يا أخواننا دارين الصح ولا دارين الغلط، أنا ما داري جامل لكن لو الكلام ده طالما سوته القوات المسلحه الان بالشكل ده انا في رايي انه دي خطوه ايجابيه. انا في بالنسبه لي كمواطن انا بالنسبه لي دي نقطه ايجابيه جدا. مساله التبرع للموضوع بتاع الصندوق القومي ده كويس، مساله الصندوق القومي ده كون القوات المسلحه تبرعت الان ب 50 مليار الكلام الان وين باقي القوات يا اخواننا؟ وين قوات الشرطة؟ وين قوات جهاز الأمن؟ وين قوات الدعم السريع؟ المفترض برضو تتحرك برضو تدفع تنزل كويس، أن احنا محتاجين أجهزة التنفس، أن احنا محتاجين أشياء كثيرة جدا في مستشفياتنا، محتاجين بيئة صحية، محتاجين يعني حتى القروش اللي بتجي الليلة بالكميات الكبيرة دي بتحتاج لأنه هناك. فالكلام ده طلع من القوات المسلحة وشفتوه في بيان قبل شوية، دي خطوة كويسة جدا، كل القوات النظامية برضو مطلوب منها، وما أظن العساكر بتاعين الجيش ولا الجهاز ولا الشرطة ولا الدعم فهمت انهم يرفضوا مساله انه يشيلوا من مرتباتهم يعني الكم جنيه في اليوم دي، ما اظن يوم واحد من خلال بعد ذاك فضلك 29 يوم يعني عندك القروش، فما اعتقد انهم بيرفضوا. في النهايه جنود القوات المسلحه ضباط القوات المسلحه جنود الدعم وضباطهم وجيشهم والشرطه وديل هم في النهايه ديل ابنائهم ابناء الوطن يا اخواننا، اختلفنا ولا اتفقنا؟ دي ما حقيقه لازم نعترف بها ونقر بها، ولو ما كان اعترفنا بها وقرينا بها لما كان تم توقيع الوثيقه الدستوريه بالتشارك مع العساكر يعني كويس. هم ديل ابناء الوطن، هم ديل ابناء الدوله، برضو الجنود ديل زي ما عندهم سلبيات برضو بيحموك من كثير من الاخطار، دي حاجه يا اخوانا نتكلمها بصراحه كويس بدون اي مزايدات بدون اي هناي بدون اي مكايدات ولا فوضى كويس، برضو هم ديل. فما اعتقد انه عساكر الجيش وعساكر الشرطه وعساكر الدعم وعساكر الامن حيرفضوا مساله انه يشيلوا يعني كم يوم. هسه اللي تبرع ما هو الجيش او البادر الان هي قوات القوات المسلحه كويس، هي القوات النظامية الأولى الآن البادرة تخطط 50 مليار. طيب تمام كويس، نحن بنحتاج لمستندات بنحتاج لإثبات، أكدوا لي أنا أقول والله نحن دفعنا نحن نطمئن، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. تمام كويس، دي نقطة مهمة جدا كويس مسألة الـ50 مليار. النقطة الثالثة اللي داير أتكلم عليها في عجل وزي ما قلت لكم يا إخواننا أنا ما داير أطول عليكم اللايف، داير أختصره لكم جدا كويس، ألا ما داير يتم نص ساعة بأي حال من الأحوال، لسي عامل 19 دقيقة كويس. الحاجة المطلوبة منكم الآن الشيرات بتاعتكم، الشيرات بتاعتكم يا إخواننا واللايكات بتاعتكم. النقطة الجاية دي خطيرة ولازم الناس تركز معاها كويس يا جماعة، يا ريت أي زول يعلق معانا بتم خلي الفيديو ده يظهر لغيرك زي ما ظهر لك، وخلي المشاركات في كل جروباتك، اللايك اسفل الفيديو يمينك، الشير اسفل الفيديو على يدك اليسار. النقطة الجاية دي يا جماعة نقطة مهمة ونقطة لازم ندرسها وننتبه ليها كويس بشكل واضح بشكل مباشر. اللايف ده عشان بعد ينتهي ما تلقى حذف كويس، يعني لازم كل ما كترنا التفاعل اللايف ما بيتحذف، كل ما كترناه المشاركات واللايكات والتعليقات قدر ما كترناه مش عشان خاطر احمد الضي.
نديكم فرصة شوية تشيروا. طيب النقطة الثالثة يا اخوانا، ألا وهي النقطة بتاعت وما دارينا طويل فيها كثير، اللي هي يا جماعة النقطة بتاعت التبرعات، اللي مسألة إذا تفرض الحظر كاملا، وهو الحظر جزئي، في أسر الآن بتعاني ما لاقي عيش، بتجيب في الصفوف الطويلة دي، وفي أسر ما لاقي الوقود وما لاقي الطعام كويس اللي هو قبل الوقود كويس. يا اخوانا امبارح طرحنا الكلام ده، يا اخي في زول جميل جدا كتب كلام انا والله العظيم اثرني جدا، والاشياء السمحه بتاثر الانسان. في زول ربنا يطول عمره ويجزيه خير، انا ما بعرف لكن شايف في منشور لافي، كتب في جروب من الجروبات، قال انا فلان الفلاني كويس اتبرع بانه امسك 10 اسر في حاله فرض حظر التجوال الكامل كويس، اتبرع ب10 اسر، 10 اسر انا بتبرع باني امسكه، وده كلام في قمة الطيب وبيعبر عن معدن طيب جدا في أي إنسان. قلنا طريقة التبرعات وجمعها إنه تتخطى صناديق قومية على مستوى الشارع محروسة بقوات نظامية مؤيدة بلجان المقاومة كويس، لازم الكلام ده، ويكون سلطة لجان المقاومة واضحة جدا. القروش دي تتوزع خلاص، دايرين ألف عيشة، الألف عيشة دي تتوزع على مربع ستة، ده دايرين البيوت دي تصلها كذا 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 كذا. يا اخوانا ما يزول بيقدر يقول لكم، شوف الناس المخالفين الحظر ديل، في ناس بيفتش رزق اليوم باليوم، انت بتضربه وبتهينه هو قد ما يرد لك، لكن هو كيس الطعام لأسرته، هو ما يقدر يقول لك الكلام ده، ممكن يتحمل ألف صوت وغادي يموت أثناء الدق من الغبينة كويس. الأسر دي يا اخوانا احنا السودان وضعنا تعبان ماديا واقتصاديا، يا اخواننا نصحي ضمائرنا ونشغل نفسنا. وانا عارف اصحاب الخير كثيرين جدا، انا عارف في ناس بيسمعوا في كلامي ده سبيبكم، انا عارف انه في ناس الان من خارج السودان بيسمعوا الكلام ده بيبكوا خلاص، وبيعلنوا طبعا ويشوفوا كيف تصل، وفي ناس داخل السودان الليله، في ناس داخل السودان زي ناس ياسر الشريف ديل ومجموعه من الناس الليله بيسمعوا في الكلام ده بقربوا يبكوا، وفتشوا طوالي ندعم وين ونسوي شنو ونقدم شنو ونفعل شنو ونترك شنو. الصناديق دي خلوها تكون قاعده في الشوارع، خلوا الطعام يكون موزع في الشوارع زي ما حصل في الدول المتقدمه، في الدول المتطوره ديلك حصل، معليش عندهم طفره اقتصاديه، عندهم رفعه على مستوى الوضع ومعدلات النمو، لكن احنا ما عندنا الحاجه دي، لكن بسامه كشعب بندفع برانا عشان ناكل نفسنا، مش عشان نمشي نوديها هنا ولا لا، عشان ناكل نفسنا. اذا قدر احمد الضي اكل وقدر عثمان اكل وقدر سراج اكل وقدر فلان اكل، الغير مغد ما يقدر ياكل، واذا انت اللي بتتابع ده قادر تاكل غيرك ما قادر ياكل. تخيل لو تم فرض حظر التجوال الكامل، وهو شكله الان نسبه الاصابه في السودان بمرض الكورونا وصلت، نسبه الاشتباه بموضوع الكورونا وصل ل 99 حاله، 99 حاله، مع حالات البعض يتحدث عن انه لسه الوزاره ما وصلتها وما في زول عارفها، 99 حالة، 99 حالة اشتباه في مراكز العزل الآن كويس. الشغلانية ماشية زايدة، ده ما وقت مكايدات ولا مواكدات ولا أرد على فلان ذاك لأنه زعلان منه قال فيني ولا ده وقت دعاء للكل بالشفاء، ده وقت المبادرات، ده وقت الخيل الأصيلة، ده وقت السروج بتاعت الخيل بتجري خلاص، ده الوقت بتاع الخيل بتطلق الأعنة، العنان بتاع الخيل بيقول لك يا فلان غودي الرسم كويس. انت في وقت الان محتاج لكل دقيقه فيه ومحتاج لكل قرش، انت محتاج، خلوا الصناديق دي في الشارع لا باسم زول لا بفلان، لا القروش دي قاعده برا حقه المواطن، لا حقه حمدوك لا حقه برهان لا حقه فلان، حقه المواطن كويس. وفي ناس ما بيقبلوا منك الجوع ده كان يقطع مصارينه، ما بيقبلوا منك تجي تدق على الباب تقول له هاك اديني، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، لا يسالون الناس الحافا، ما بيجي يقول لك الدين، انت ما بتعرفه نهائي، ولو مشيت لقيت الباب قلت له هاك ممكن يتشاكل معك، ده كان مشى لك قالوت من جوه وجاي ساكيك، فهمت؟ ما بيقبل لك الكلام ده، ويقول لك الحمد لله مستور انا شكيت لكم، انا قلت لكم، يلا زي ديل، ديل ناس نقول عليهم الاحساس بتاعهم عالي جدا، كويس؟ والشعور والرفعه على مستوى
يعني الغايات بتاعتهم وعلى مستوى التفكير بتاعهم دي المحتاجين انه نجي نخط لهم الاكل قدام بيته. امرق لقى الجيران دي كلهم خطوا لهم اكل قدام بيته وزادوا ما يعرف يقول شنو اضطر يشيله ويسكن. اها فهمت؟ بدون ما انك تجرح، بدون ما تقول يا ولد ودي ده لابوك، بدون ما يمشي يقول لابوه الكلام ده ابوه قلبه يتجرح، بدون ما امه تتجرح بالراحه باجمل الاساليب. ويا اخواننا الشعب السوداني ده فيه الابداع، خلاص الشعب السوداني ده فيه الروائع، ما بيحتاج ذاته للكلام الكثير ده. الناس داخل السودان الطالب على الطالبه، المدخر ان شاء الله شيل منها جنيه، ما قلنا لك جيب قروشك، ما قلنا لك جيب حصالتك كلها، جنيه خلاص جنيه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. كويس؟ يعني أنا ما دار أطيل في الكلام زي ما ذكرت قبل شوية، لكن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كويس؟ إنا كنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كويس؟ أي زول في الدنيا دي ممكن يعمل الغلط، ممكن يعمل الغير، لكن في مواقف بتحدد إنسانيتك، وفي مواقف بتحدد إنك أنت بتذكر رب العالمين إنك أنت عبده، وربنا ما محتاج للتذكير. ربنا غادي يتسامح معاك في تركك لعبادات كثيرة، لكن ما بيتسامح معاك لو عندك وما بتتصدق. والله كان تطق السماء وتجرح يعني. ربنا ما بيتسامح معاك. بتنفق في السيائر كم في اليوم؟ بتنفق في الصاعود كم في اليوم؟ ها؟ في ناس لا ده طبعا. كويس؟ بتنفق كم في اليوم؟ في العصير ده حاجة نافعة. بتنفق كم في الشاي وفي القهوة؟ ممكن تشرب كم قهوة وكم شاي؟ لكن كان جاك زول قال لك اديني تعايل جنيه، أنت مفتكرها طبعا صدقة، غشي نفسك بأن هذه صدقة. كويس؟ هاي السيجارة تدفع 30 40 50، لكن ده تفتش جنيه، جنيه قديم. فهمت؟ شكرا. يا أخي أنتوا ذاتكم مستهبلين، ما في فايدة ذاته. فهمت؟ مستحيل تطلع لك 50 ولا 100 جنيه. ده ما كل المجتمع يا أخوان، أنا بتكلم عن ناس معينين. يلا الآن المواطن بناديكم، المعركة معركتكم، الآن المعركة معركتكم، سلاحنا فيها العزيمة، سلاحنا فيها الإصرار، سلاحنا فيها الصدق، سلاحنا فيها الوفاء، ده السلاح الآن، وده دي طبيعة الصراع الحاصلة. ونتذكر ربنا شايف الجنيه اللي انت بتمشي تديه ده، رب العالمين من فوق شايفك، وربنا عارف انت اديته ليه، رياء ولا حبا في ذات الله. قال لك اعين الخلق، قال لك اعين الخلق زي ما انت بيعينوك لو مرضت. هسه كان جيت ماشي في الشارع وقعت، مش الناس بيشيلك؟ زول ما بيعرفك ذاته بيجي يشيلك ويوديك المستشفى، ولا كان عندك كورونا ذاته يمكن يشيلك، ما عنده دخل بك. دي طيبه، ده اصلي جوانا، ما بيتقلع. فهمت؟ ما بيتقلع. يلا التعاون، ونتذكر انه في ناس في اليوم كان اكل وجبه واحده. كويس؟ لما تيجي تفرض عليهم حظر التجول ما بيقدروا. ناخد الكلام ده ونصحي ضمايرنا، الصغير على الكبير، كل المناطق وكل الولايات وكل المحليات وكل المغتربين وكل القاعدين. اي زول يطلع جنيه، جنيهين، 10 20 100 200 مليار، قلبي تقدر له، قلبي تقدر له. ربنا يجزيكم خير، كتر خيركم، وبارك الله فيكم يا شباب، وربنا يرفع السودان ويبعد عننا البلاء.